في هنا لا تستطيع دخول البرنامج، لو انت نسيت الباسورد تضغط هنا هيقول لك ادخل رمز المستخدم 0102، تعمل ارسال هيرسل لك رمز تفعيل على رقم الجوال المسجل مع اليوزر، تدخل رمز التفعيل وتدخل الباسورد الجديدة وتدخل على النظام تاني مرة. تمام، الاعدادات دي منها بعمل اعدادات للويب سيرفيس اللي عليها اللي هتدير النظام يعني. خلاص كده، طيب دخول. دي الواجهة الرئيسية للبرنامج، بيظهر هنا في الجانب اليمين كل الصادر من الجهة اللي انت تنتمي ليها اللي هي الخدمات المساندة دي، إدارة الخدمات المساندة. كل المعاملات اللي تطلع منها بتبقى ظاهرة هنا ومتقسمة بالتلات حاجات دول، اللي هي معاملات بانتظار التوقيع وتم التوقيع والمنتهية. ايه الفرق بين التلاتة؟ هقول لك عليهم بعد دقيقة واحدة بس. تمام، وهنا كل الوارد، هنا المعاملات الواردة إلى الإدارة دي. تمام كده، أي معاملة تنشئها إدارة الخدمات المساندة مش بتروح للطرف التاني اللي هي المرسل إليه إلا بعد مهمة اسمها التوقيع، والتوقيع دي عند يوزر له صلاحية معينة. يعني افترض مثلا إنه في إدارة فيها مدير وفيها سكرتير مثلا، أو في قسم السكرتارية أو أي قسم تبع الإدارة. الإدارة دي لما تعمل معاملة مش هتروح للطرف التاني غير بعد التوقيع، التوقيع ده مع يوزر مع الصلاحية. فلذلك اللي هي بانتظار التوقيع يضغط عليها كده هتوديه على المعاملات اللي هي بانتظار التوقيع. تم التوقيع المعاملات الموقعة، وتلاقي بالتالي راحت للطرف التاني أو المعاملات المنتهية. تمام، في هنا الفلكسبيليتي في البحث عن المعاملات. الفلكسبيليتي ازاي؟ انت لو دوست على تم التوقيع دي اوتوماتيك هيروح موجهك على شاشة البحث، وخلي هنا حالة المعاملة شايف هو مختار باي ديفولت تم التوقيع، وتنزل تحت تلاقي اهي دي المعاملة بتاعتك اهي هي دي. خلاص كده، وتقدر ان انت تبحث كمان من هنا من القائمة الرئيسية اهي اهي الصادر، بحث في كل الصادر. بس لو انت دخلت من بحث في كل الصادر هنا مش هيختار حاجة، ساعتها بقى تختار له الكل او المعاملات اللي بانتظار التوقيع او المعاملات المطلوبة للرد او المعاملات الموقعة او المنتهية. تبحث عن نوع المعاملة، هل هي وثائق محضر مجلس كذا كذا، قرار تعميم. تمام، تبحث عن من تاريخ الى تاريخ، تبحث عن الكلمات المفتاحية. يعني ممكن تقول له انا عايز الوثيقة اللي جواها كلمة كذا او الجهات المرسل اليها كمان. خلاص، فانت هنا ادي دي معاملة اهي. خلينا نطلع هنا عند لوحة التحكم، ممكن لو انت دوست على دي هيوديك هيوصلك، ولو دوست على الباي تشارت ده كمان هيوصلك للبحث، وممكن من هنا من البحث في كل السطر. دول 3 طرق ممكن تبحث بيهم، شوف انت اللي رايحك فيهم واشتغل بيهم.